بئر غريبة، قعر جهنم، مملكة الجن، كثرت حولها الأساطير ونسجت الخرافات. تحدث عنها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حذرت منها النصوص الدينية واعتبرتها أكثر مكان مكروه على وجه الأرض. وظلت لغز غامض ومحير. بئر برهود، بئر الشيطان. بئر برهوت، شنو قصتها وليش تعتبر أكثر مكان ملعون على وجه الأرض؟ بمحافظة المهرة اليمنية، بئر برهوت تعتبر المكان الأكثر شراً بالعالم، موجودة بحسب الدراسات من آلاف السنين ويمكن رؤيتها من الأقمار الصناعية. بئر تطلع منها أصوات أنهار مرعبة وتفوح منها روائح كريهة. ظلت البئر لأعوام طويلة مكان غامض مظلم ما حد يقدر يكتشفه ويفك أسراره، خاصة بعد انتشار روايات بين أهالي المنطقة بأن كل الأشخاص اللي حاولوا استكشاف البئر انتهت محاولتهم بالموت وفقدان الأعضاء. بس اللي زاد موضوع البئر غرابة هو حديث شريف للرسول الكريم يقول فيه: وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت. إضافة لحديث الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول فيه بأن أبغض الأماكن إلى الله تعالى وادي برهوت بحضرموت، وغيرها من النصوص الدينية والأحاديث. انتشرت عشرات الأساطير والروايات بين الناس حول بئر برهوت، وتحدث عنها الطبري، الزمخشري وياقوت الحموي، وكلهم اتفقوا على رواية واحدة وهي أن البئر مسكونة بالجن، وبأنها المكان اللي يجمع أرواح الكفار ومنها رح يطلع المعذبين يوم القيامة. رواية ثانية تقول بأن أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة باليمن استعان بالجن لحفر البئر وإخفاء كنوزه، بس عند موت هذا الملك استوطن أتباعه من الجن البئر، ولهالسبب تسمى البئر باسم برهوت واللي يعني باللغة الحميرية أرض الجن. وبسبب عدم وصول أي شخص لقاع البئر وتصويرها من الداخل، صار الاسم الرسمي لبئر هوت البئر التي لا قاع لها. بس قبل أسبوع صار حدث صادم، فريق مستكشفين عماني تمكن ولأول مرة بالتاريخ من وصول لقاع البئر وتصويرها من الداخل، وطلع أن في قاع للبئر وما في لا جن ولا كنوز ولا أي كتابات على الجدران. عمقها 116 متر بس، وعرضها 30 متر عند الفتحة، وتتكون من صخور جيرية تتسرب منها مياه من الشقوق بين الصخور، ولهالسبب كانوا يسمعون أصوات مياه أنهار جارية من داخل البئر. أما بالنسبة للريحة الكريهة فمصدرها غازات كبريتية تتسرب من الداخل. إنزين، إذا كانت برهوت بئر عادية ما فيها جن ولا عفاريت، برأيكم ليش حذرتنا منها الأحاديث الدينية؟ وليش الكل متفق على أنها بئر ملعونة؟ شاركونا بالتعليقات وخلنا نوصل الفيديو لكل الناس. نشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.